يا الحمد لله على السلامة حبيبي. أهلا أهلا. الحمد لله سلامة. الحمد لله سلامة يا حبيبي يا عيدي. الحمد لله بسلامتك يا حبيبي. حبيبي يا ابو علي مرحبا. اهو هسام وحشتك كده يا عبد الله. بقى تقول لي 10 ايام وتروح وتغيب 30 يوم ليه؟ بتعوض شهر العسل بتاعنا؟ معلش معلش. بعدين ايه الالوانات اللي انتوا داخلين بيها دي؟ الوانات شم النسيم. ليك سفر يا عندي؟ لا مش عايز. مش عايز اسافر انا. لا هتسافر. اسافرك سفر. بتعملوا ايه 30 يوم؟ انا عايزه افهم. يا اسمي انت منور. طبعا الحمد لله تمام. حاسبي بس كده بس عشان عامله انت كويسه. الحمد لله. مش هتسلمي عليا ولا ايه؟ طب حالي بقول لك ايه، تعالي عايزه اوريكي حاجه كمان. لا معلش بس تعالي بس عايزه اقعد مع عبد الله بس صدقيني هتعجبك. تعالي بس ازيك يا هواي. تعالي يا ود انت وحشتني. انت كمان يا اختي. مصر كلها نورت. منوره بيك. جسمي عاملين ايه؟ الحمد لله. الشنطه دي فيها حاجات ليك والبنات فين؟ بس 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 عسكرينا وعادي زمانهم جايين. والله دول هيفرحوا قوي. يلا يجوا بالسلامه ان شاء الله. يا بابا جه. ان انتوا جيتوا لنا بألف سلامه. والنبي وصيها في سفرية لي هسفرها وادلعها ان شاء الله. لا 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 ابو علي يا ابو علي يا نوره فكيها بقى شويه. ما هو قال لك انه ليكي سفريه اهو. كلام حرام عليك يا نوره. انت عارفه ان عبد الله دايما عند كلمته صحيح؟ يعني هو قال لك ان هو هياخدني وهنسافر لوحدنا؟ ايوه والله هو اكد لي. يا نوره عبد الله بيحبك قوي. بصي انا جبت لك ايه؟ يا عشاني؟ يا رب تعجبك. والله فيك الخير. ها يا نهار اسود. ايه ده مايو؟ زي اللي انا كنت لابساه بالظبط. يا رب يطلع مقاسك. لا هو انت لبستي لعبد الله واحد زي ده؟ ايوه يا نوره. مش كنا على البحر؟ يخرب بيتك كنتوا على البحر. ايه عشان كده قعدتوا هناك شهر؟ مش انت اللي قلتي لي لازم نحافظ على الراجل اللي حيلتنا عشان ما يجيب لناش واحده ثالثه؟ طب ما انت ناصحه اهو. عيب عليكي. بس ده يجي مقاسي؟ يا رب يجي مقاسك. بس انا اتكسف البسه. اتكسف البسه يا عيد. انت ناسي النص التاني. ايه ده انا فاكراه هو كده. بصي انا هلبسه والبس فوقيه فوطه. فوطه ايه؟ حرام عليك. هجيب بيها من الحمام دي. لا لا فوطه ايه؟ هجيب لك كاش مايو. لا يا بنتي لا كاش ايه. هو هيجي لاقيني بالفوطه كده يحس ان في حاجه غلط. ايوه مش شدد. ايه في ايه؟ في ايه؟ اسم الله عليكي مالك؟ مش عارف في ايه. حاسه بايه؟ طيب مش عارف. طب استني هجيب لك عبد الله. استني. لا 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 انا كويس. سيبي قاعد مع مامته شويه. كويسه ازاي؟ ده انت عماله تكح. تلاقيش نور. أنا بس دايخة شوية يمكن خدت برد. حبيبتي؟ لا هو أنت تلاقيكي بس استهويتي طبعا. مش قاعدة له بالمايو بقالك شهر؟ كل ده بالمايو. قومي طب معايا. قومي تعالي تعالي نشرب حاجة. يلا. إيه سبب التعب والدوخة اللي عندي دول يا دكتور؟ غريبة. كل الأعراض اللي عندك بتأكد إنك حامل. حامل؟ أيوة حامل. إزاي يا دكتور؟ ما أنت عارف إني ما بخلفش. وللأسف كل الزوار بتأكد كده. أنا عايزك تعملي تحليل حمل وتروحي لأخصائي عشان نتأكد أكتر. إزاي يا دكتور؟ إزاي إيه؟ بقولك حامل. وكل التحاليل اللي معاكي مزوره. مزوره؟ ايوه مزوره. واكبر دليل على كده بصي على فصيله الدم. فصيله دمك هنا في التحليل الجديده او، وفي المزوره دي. وبرضه انت معاكي التحاليل كلها. ممكن تروحي لاي دكتور تاني ويفصل بينها.